اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، وعاقبته رشدا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، في هذه الليلة الشريفة، وفي هذا المكان المحرم، وفي هذا العمل الجليل العظيم، الوقوف بين يديك، لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة والأجر، ومحوت عنه كل ذنب ووزر،
يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة من خيرها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. إلهنا 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 وخالقنا ورازقنا، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال الراجين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم. إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك أن تعتقنا من النار، نسألك أن تعتقنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من أعمال العنف والتطرف والإرهاب يا كريم يا وهاب. اللهم احفظهم من الجفاء والمخدرات وفتنة الشهوات والشبهات يا سميع الدعوات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجرير يا من لا يؤاخذ بالجرير ولا يهتك الستر، نسألك قبولاً في هذه الليلة المباركة يمحو جميع سيئاتنا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليس لنا رب سواك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. ها نحن عبادك رفعنا أكف الضراعة إليك في هذا المكان المبارك وهذه الليلة المباركة، فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، أعطنا من الخير ما نروم وخيراً مما نروم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدساتنا، اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين. اللهم اجعله شامخاً
عزيزًا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاةً قبل الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجِ المُستضعفين من المُسلمين والمُضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم احقِن دماءهم، اللهم احقِن دماءهم وأصلِح أحوالهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدِم على هذه البلاد المُبارَكة نعمةَ الإسلام والإيمان وخدمةَ الحرمين الشريفين وقاصِديهما، يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها للحقِّ منارًا وللأمن قرارًا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصُر جنودَنا، اللهم انصُر جنودَنا ورجالَ أمننا المُرابِطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم سدِّد رميَهم ورأيَهم وتقبَّل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام، وعافِ جرحاهم واشفِ مرضاهم وردَّهم سالمين غانمين. ربنا آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، اللهم إنا قد دعوناك فاستجب لنا، اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من داعٍ فأستجيب له، هل من تائبٍ فأتوب عليه، هل من مستغفرٍ فأغفر له. اللهم إنا ندعوك فاستجب دعاءنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، يا حي يا قيوم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا تفرِّق جمعنا يا مولانا في هذا المكان المُبارَك وفي هذه الليلة الشريفة، إلا بذنبٍ مغفور، وسعيٍ مشكور، وتجارةٍ لن تبور، وعمل متقبل مبرور. اللهم إنا رفعنا إليك أكف الضراعة هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، فأعط كل واحد منا مسألته، وأجب دعوته، وحقق لنا خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.